السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير مقدمات ليش أطول عليكم، خلينا نشوف الفيديو وأتمنى أن يكون يعجبكم. طبعا جولة في البيوت بعد الشتاء أو المطر. طبعا بديش أذكرك أربط أحزمة الأمان، اشترك أو اسلخ لايك هان واشترك في القناة هانا، وحكي لنا رأيك في التعليقات كيف حيكون التصوير تبعي. وبس أتمنى يكون الفيديو يعجبكم وينال إعجابكم. اكتبوا لنا تعليقاتكم تحت، أسئلتكم إن شاء الله حرد عليها. و let's go intro.
I
حبايبي أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. طبعا جولة في بيوت طيور، شفنا طيور بعد الشتاء. طبعا بدي أذكرك لو أنت وصلت معنا لهذا المستوى من الحد من الفيديو، أتمنى أن أنت تعلمنا تحت في الكومنتات. وطبعا يا جماعة الخير تنسوش اللايك والاشتراك. طبعا لو عجبكم النوع هذا من الفيديوهات اكتبوا لنا برضو تحت، على أساس أن احنا نسوي لكم النوع هذا من التعليقات. طبعا أكثر حاجة وجهتني هما بيتحمموا، كانت التصوير صعب كثير وخايف على الكاميرا انه لحسب نحرق وكده. فبس ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. حبايبي فيكم نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك. لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس الفاقه بحيث يصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم الغد تسامى اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه. نسيت، في حتطلع هان مربعات فيديوهات، اتمنى ان انتم تشاهدوها واحكي لنا رايك في التصوير تبعي. سلام.